خلصت رمضان والعيد وراجع الشغل ونومك مشقلب وشايل هم ازاي تظبط نومك، بتفتح اليوتيوب جالك في الاشعارات اني نزلت فيديو، قلت بس كملت هنقعد طول الليل في اوفر سينكينج وفيزياء وفلك وسكوب سودا، بس تفاجأ ان الفيديو نفسه طلع بيتكلم عن النوم واتعمل مخصوص عشان يظبطه لك. السلام عليكم. عشان تعرف ازاي تتحكم في النوم بتاعك لازم تعرف الاول انت ازاي بتنام اصلا، ساعتها بس هتقدر تتحكم في نومك. لازم تعرف ان جسمك جواه ساعة دقيقة جدا اسمها الساعة البيولوجية، والساعة دي دقيقة فوق ما تتخيل. الساعة دي عبارة عن بروتين اسمه بير جسمك بيكونه، والبروتين ده بيفضل يتراكم ويوصل للبيك بتاعته في حدود 12 ساعة، وطول ما البروتين ده بيتكون بتحس انك فايق ونشيط ومفعم بالحيوية، وفي خلال ال 12 ساعة التانيين بتوع اليوم البروتين ده بيبدأ يتكسر بشكل تدريجي، ساعتها الخمول عندك بيزيد ومستوى النشاط بتاعك بيقل لحد ما يتكسر تماما، ساعتها بتدور على سرير عشان تنام. كمية البروتين اللي بينتجها جسمك وبيكسرها في الثانية كمية ثابتة ما بتتغيرش، وبالتالي تفهم من كده ان جسمك له مقدار دقيق للثانية وبيحترم كل ثانية بتمر عليك، وعارف امتى بالظبط يحسسك بالنوم، وامتى بالظبط يحسسك بالنشاط، وامتى يحسسك بالجوع، وامتى يفرز هرموناتك، وكل حاجة بتتم في جسمك ما بتحصلش بشكل عشوائي، دي بتتم وفق جدول زمني محدد وواضح. بس للأسف الحلو ما يكملش، الساعة دي فيها مشكلتين. اولا الساعة دي ما بتقدرش تفرق ما بين الليل والنهار، يعني البروتين اللي بينتج ده زي ما ممكن يبتدي تكوينه الساعة 9 الصبح ممكن يبتدي تكوينه الساعة 9 بالليل، وجسمك بيعتبر ان بداية اليوم هي اللحظة اللي ابتدى فيها تكوين البروتين ده، يعني زي ما بيقدر يعتبر ان الساعة 9 الصبح ده الصبح يقدر يتخدع ويعتبر ان الساعة 9 بالليل ده الصبح برضه. جسمك بيشوف ان بداية تكوين البروتين ده هي بداية اليوم، وبالتالي لو يومك بقى مشقلب وده بقى العادي بتاعك جسمك مش هيشوف ان في عندك مشكلة. تاني مشكلة ان الساعة دي دورتها بتحصل كل 24 ساعة و11 دقيقة، لكن اليوم العادي 24 ساعة بس، وبالتالي الساعة البيولوجية هترحل كل يوم 11 دقيقة عن اليوم اللي قبله. ولو انت متعود تنام الساعة 9 بالليل فبعد شهر واحد هتلاقي نفسك متعود تنام الساعة 2، وبعد شهرين هتلاقي نفسك متعود تنام الساعة 7 الصبح، وجسمك هيشوف ان ده عادي وطبيعي ومفيش منه اي مشكلة. عشان كده الساعة دي لازم تتصفر كل يوم ويتشال منها ال 11 دقيقة الزيادة دول. بس لحسن الحظ ان في برضه وسائل مساعدة تقدر تظبط بيها الموضوع ده عن طريق مركبين، واحد اسمه الأدينوسين والتاني اسمه الميلاتونين. الأدينوسين ده مركب جسمك بيخلقه مرتبط بالمجهود، طول ما انت صاحي وفي حالة نشاط جسمك عمال يكون في الأدينوسين وعمال يراكم فيه، لما بيتراكم ويوصل لمستوى معين الأدينوسين بيشبك مستقبلات في المخ ويوصل إشارة لجسمك إنك تعبان ومرهق ومحتاج تنام. بس الأدينوسين هو كمان عنده مشكلتين، أولا إن برضو إنتاجه مش مرتبط ببداية اليوم العادي، لو أنت بتبدأ يومك من بالليل هيبدأ الأدينوسين يتراكم من بالليل، ولو أنت بتبدأ يومك الصبح هيبدأ الأدينوسين يتراكم من الصبح، وبالتالي عنده نفس المشكلة اللي عند الساعة البيولوجية، ما بيقدرش يفرق امتى بالليل وامتى الصبح. تاني مشكلة ان الكافيين قريب من الأدينوسين في تركيبه بس ما بيديش نفس المفعول، وبالتالي المخ بيتلخبط ما بين الكافيين وما بين الأدينوسين، لا كافيين هيقول له ارقب، أدينوسين هيقول له ارقب. عشان كده كوباية شاي او فنجان قهوة الكافيين اللي موجود فيهم هيقفل المستقبلات بتاعت الأدينوسين، وبالتالي الأدينوسين اللي بيجي يشبك عشان يحسسك بالتعب هيلاقي المكان اللي بيشبك فيه مليان، فمش هتحس بالتعب ولا انك عايز تنام. وعشان كده برضه لما بتيجي تشرب كوباية شاي او فنجان قهوة بيفوقوك ويلعلعوك وبيضربوا الساعة البيولوجية بتاعتك في مقتل، لان خلاص اشارات الارهاق ما عادش بتوصل. تاني مركب او تاني وسيلة مساعدة اللي هو الميلاتونين، وده بقى البوب الكبير بتاع النوم، وده عبارة عن هرمون بيتم افرازه من الغدة الصنوبرية الموجودة في المخ، وزيه زي البر زي الأدينوسين بيفضل يتفرز اول ما بتصحى ويتراكم لحد ما يوصل لمستوى معين، وعند المستوى ده بيبدا ان هو يقلل ضغط الدم ويحسسك بالخمول وبيقلل من الميتابوليزم ويخفض من درجه حراره جسمك عشان يخليك تستعد للنوم. بس برضه الميلاتونين ما عندوش مشكله، ممكن يبدا يتراكم من بالنهار وممكن يبدا يتراكم من بالليل لحد هذه اللحظه، وجسمك مش قادر يفرق بين امتى بالنهار وامتى بالليل. جسمك بيتعامل على اليوم ان هو 24 ساعه، في 12 ساعة منهم انت بتبقى فايق وملعلع، وال 12 ساعة التانيين بيبدأ نشاطك يقل لحد ما بتحس بالإرهاق وبتنام. تنام بقى بالليل تنام بالنهار هو ملوش دخل بالكلام ده، بس ما تقلقش حاجة بتعرفه، الضوء. الضوء او الضوء الازرق تحديدا اللي موجود في نور الشمس
بيقدر يعرف جسمك امتى بالليل وامتى بالنهار. الضوء الازرق بيدي اشاره لمخك انه يوقف انتاج الميلاتونين، وبالتالي بيفرمل عمليه التراكم بتاعته. ومش بس كده، ده كمان بيكسره. والموضوع ده بيعمل حاجتين: لو انت سهران بالليل وتعرضت لضوء ازرق، فده هياخر ميعاد نومك لانه هيطول المده اللي بتتراكم فيها كميه الميلاتونين اللي بتحسسك انك عايز تنام. لما بتصحى الصبح في ميعادك الطبيعي وبتتعرض لضوء الشمس، ضوء الشمس ده بيكسر الميلاتونين وبيقلل الكميه بتاعته وبيمنع تراكمه وانتاجه. وعشان انت صاحي الصبح بتفضل فتره طويله متعرض لضوء النهار، وبالتالي جسمك بيعرف ان ده النهار ويبدا يعد من عنده. يعني ضوء الشمس هو اللي بيصفر الساعه البيولوجيه بتاعه جسمك، وهو اللي بيعرفه بدايه اليوم، وهو اللي بيشيل ال11 دقيقه الزياده الموجودين في ساعتك البيولوجيه والزياده عن اليوم الطبيعي. وبكده جسمك بيفرق لاول مره بين امتى بالليل وامتى بالنهار. وكده الحمد لله بقى سهل عليا اعمل خطه ارجع بيها نومي للوضع الطبيعي. والخطه دي بتعتمد على الاتي: زود ادينوسين وميلاتونين، وتعرض للشمس اول ما تصحى، وابعد عن الضوء الازرق قرب ميعاد نومك. الكلام ده بقى يحصل ازاي؟ 1. نومك مشقلب وصحي الساعة 1 أو 2 الظهر. لازم في الفترة دي تبذل مجهود كبير، اشتغل، اتمرن، روح الجيم، عشان تقدر ترفع مستوى الأدينوسين لحد ما تقدر، للدرجة اللي تخليك مش مضطر تستنى لتاني يوم عشان توصل للماكسيمم بتاعه وتبدأ تحس بالإرهاق. 2. ابعد عن القهوة والشاي في اليومين اللي محتاج تظبط فيهم نومك، عشان ما تتعبش وترفع الأدينوسين بس يجي يشبك في المخ يلاقي الكافيين سدد مكانه، ويبقى كده وكأنك يا أبو زيد مغازيه. طب أنا مدمن ومش قادر أمنعهم. مفيش مشكلة، اشرب بس اقطعهم قبل الميعاد اللي انت محتاج تنام فيه بست ساعات، لان هي دي فترة نصف العمر للكافيين جوه جسم الانسان على ما يكون اتكسر. يعني لو عايز تنام الساعة 10، اخر ميعاد مسموح لك تشرب فيه قهوة او شاي هو الساعة 4. 3. لو قدرت تجبر نفسك وتصحى بدري، اتعرض على طول لضوء الشمس عشان تبدأ تسيستم ساعتك البيولوجية ان دي بداية اليوم ويبدأ العد من عندها. 4. للأسف الضوء الأزرق مش موجود في ضوء الشمس بس، ده موجود في التلفزيون والموبايلات ولمبات الليد اللي موجودة في كل مكان، وكل ده قادر انه يكسر الميلاتونين ويطير النوم من عينك بالليل. والحل سهل كالآتي: ما تنامش في النور. طيب بتحب تنام في نور ضعيف، بلاش النور الأبيض، نام في ضوء أصفر. ثانيا، تبعد عن الموبايل والتلفزيون قرب ميعاد نومك. طيب ما بتقدرش وبتحب تمسك الموبايل شوية قبل ما تنام، خلاص يبقى أضعف الإيمان تشغل الفلتر بتاع الضوء الأزرق في الموبايل بتاعك. الفلتر ده بيشيل الضوء الأزرق من شاشة الموبايل وبيخلي لك الشاشة صفراء، وبالتالي ما عادش عندك الطول الموجي اللي بيكسر الميلاتونين. وهبقى أسيب لك تحت في وصف الفيديو إزاي تفعل الخاصية دي في الأي أو إس والأندرويد. لحد هنا بتنتهي الحلول العلمية، لكن في حلول تانية بتعتمد على الإرادة وعلى الخبرة. لو أنت إرادتك قوية، اجبر نفسك وطبق لتاني يوم، ساعتها مش هتشوف قدامك وهتنام قرب الساعة 8. بس برضه حب أعرفك إنك لو تاني يوم بدأت تشوف قدامك تنانين مجنحة وبتطير، فاعرف إن ده عادي. تاني حاجة غير علمية للنوم وبتعتمد على الخبرة: المذاكرة. امسك كتاب وذاكر، الكتاب أقوى منوم لم تتطرق إليه مناهج الفارماكولوجي. وأخيرا، لو معرفتش بقى تعمل أي حاجة من دول، استقيل. استقيل، أنا بقول لك أهو، استقيل. عشان نوم سلطان. النوم سلطان. سلام.